إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنت أسكدب وحان كلمة كشي قدونا هدي ألا يراهدو دورك كبرنا مسلم كاهي أي قاضا كرتو هنقطو حق وحبريد، هنقطو حق دعو، هنقطو حق إصلاح، إنها صورنبا دورك كجاء دينها وينك أيها إنه وحكة المامينا إن شاء الله تعالى. مركب كواد وح الله لأيه وح رجل أمره وينكنا ولو ذاقان وحي إلهي سيقونية رقا وخاسي لي أما هوينك سيقونية وخاسي لي موية والوذاقة وحي أوامر وشريعات أي أمدونا أمرته أما أمدونا كرابته اسكو قميد أيا لغيه نبيك وحاكا سوغان صلوات الله والسلام عليه إنو يري إنما النساء شقائق الرجال هوينك رقا ولا له دويه وحي رجل اللي يراهدو أو رجل الأمره أيقونا وأمرينهين وحي سيقوني أه لوغسو استثناء ضموية مركا وحي نكو بلابينا دعوة إسلام كأه قفك أقوه الرئيي أو رمائية وحي أهيد قفها وينة وحي أهيد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين أي أهيد وقفك أقوه الرئيي ودين تارهم أي قفها وينة أي أهيد خديجة أهيد دور لحالنا وكقادة دعوة في دين تيدا ونبي مركي ويري إني خشيت على نفسي أنو نفتي إذا أيان أبقي وحي كتيري كلا والله لا يخزيك الله أبدا إلهي كهو جن مهيو إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر نبي سيفوين كي سيبه شاكتي وكم ذن يهي إلهي إنو ننهو جن أي أشاكتي إنتا كليا وكما أكينا وائك حيسي وحي أقيسي ورقة من نوفل وكان امرأة تنصر في الجاهلية نوحوها وقت جاهلي نصران النقضي أي أقيسي مركا كدبنا مركا يتير أشيك أما كم مغل ويلك أديرك أطهي وحي واركي مركي أشيك نبينا صلوات الله وسلامه عليه وحي جيري كاني واكي كسو دقي نبي الله موسى وحان جعلان لها إنا نهيضا ليرو وقت عدد كاو كساريان ومقالة كاساريان مركاس النبي وحي صلوات الله وسلامه عليه أو مخرجيهم مي إساريان وإذا ساره يعني مقالة ذي ذا مركاس وحي أشيق يقفل ما إيمان وحي الله تميض وكلاء إلا عودي والعداويستي ولا الله دير رأي أنا كاس وحي كنت سنة سخديت ودور كغادتي مركي هوري وكخفي في سيد النبي صلوات الله وسلامه عليه مركي دنبانا وحي أقيسي قف علمي له
انتي انت هكذا بيسان النبي صلوات الله وسلامه عليك عنتي مذيك بي اهيد ايضا حول هذا يا شرف كذا يا مكان هذا يو عقل كذا انت هو قرب تاغني النبي صلوات الله وسلامه عليه مركا دور كاس لحال لبيد كغاتين دعوة هوينكي اهريي او اسلام كا قاتي ايه واحد كالو اكسونتين لربا قفكي اهريي او لودي لو الهي درت او دمتا وحايد هويني بأينا احيد وحايد احيد عمار بن ياسر هو يديس سمية اي اي احيد قف كوهريي ودين تلو دلوقتي لعذابه وكل ما تا قف هوينا بيا هيد وشهيدة يا هيد أنا كاسنا ومن قبا أي هوين كليه إنه إسلامكو أي دور كي كقاتم كتو سنية مركا وحال الربا أيضو أنا كاس لقد دولة هيو أيضو لقد دولة هيو هوينكو إن أي رجع كبدنيهين أنت بدن عامة أيضو لقد دولة هيو cunugu markuu dhasho qofka ababiya oo wax tara hooyo weeye ma ahan oday ma ahan ee arrinkaasi marka hadii hooyo fiican la helo ee dadka waa laga fiicnaanaya waxay oran jireen culimadii hore ninkii wiil wax bara qof kaliyu wax baray laakiin ninkii gabar wax bara ummad buu wax baray waxa loola jeedaa هذه مصنعي يا ورشدي ومدو كسو بحيسي هوين كويه هذه هوين تو حتى قان او حقران ايسو لمد ماهن نينك لمد ماهن عرورتي هذا تربيه في عن اي سي نيسا وميش او حافظ ابراهيم نينك بيايه مصري ايه وكلي هي الام مدرسه هو يدو ومدرسه إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق هذا قفكاس إلى دياريو وهو يداس أي ديار نقطو وقف عقران ياتهاي دي أمد إيا شعب أي دياري سي ما قرأت مركا هو يدو ضد كلمد ماء هو كدو وانده هذا وحق عقران يسو حق تربية عرورت هذا إيا سلاح مجتمع با وأوقدو وانده رقا وأنا كغفر الولو بنتها وحا انت هلميد اه عنوك هو يديس اي كم مشغوشو او اي نقطو هو يو صبحي كاللهدا همين كينا ساقد حتي مادا وحا يكون مغانتا اي وحرب تهان نقطي اه اي وحا سو قاري عنو قاسي عنوك رجعي اه اما عنو يتيم اه ايو نقونايا يتيم أيون نقرها يا ومشي وشوق كلها ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا يتيم معهن أفكي أبيه يهو يدد انتانو سو مسكينة أي كتغان معهن كاس يتيم لم يرهدو إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت عنه أو أبا مشغولا أفكي يتيم كهي وحوي وقفه يدين مشغول تهي oo subaxi ay ka kalahayso oo ay hameen saq dhaxa u soo noqonayso oo wixii uu mutay iyo waxa uu la kulmay midna aan war ka hayn kaasa ay tiim la oran kara sababtu waxa dhici karta qofka duu hooyadii iyo aabihi waayo inuu ku tashado inuu naraga noqdo oo meel ka soo baxo laakiin qof aan tashan oo meel la ku tashan oo dayac ka dhargay waxa ah qofkii hooyadii subaxina ay ka kalahayso saq dhaxana أي أصول نغنيس ولذلك وحوهي وحلو باهن يهي عنوغ وناقيس وحال لقرانكرا قرو وكيمد إيهو يدى سوكريسي أيا لقرانكرا وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات يعني عنوغ وناقيس وحال وقياسكرا هو يدى دشي قرو وكيمد أيا لقرانكرا وحيكو مهما هان عربتو وراء كل عظيم امرأة نين كستو او نقضي نين وين و ادونكو او فرتكو فيقو هاوين باكا دنبايسا هاوين تاسي اما هان نقطو هو يدي سوكوري سي اما هان نقطو حاس كيسا او قف عجائب لان نقطي هان نقطي قف كستو او ركفي عنا ذي هاوين باكا دنبايسا
soomaalidu waxay oran jirtay nin waliga ka fiican baa jiro waa ninkii ka haween fiican ninkii ka haween fiican waliga ka fiican marka arrinkaas waxa weeye in lagu baraarugo mujtamaca ee haweenku waxay ka qaadan karaan qayb aan raggu ka qaadan karin ولذلك baa dadkan reer galbeedka ah waxyaalaha targetka ay markasta ay talada saartaan oo ay hujumkooda ka bilaabaan waxa ugu horeysa haweenka iyo dhallaanka labadaas qofkii la wareega ummadii waa la wareegay ummadii waa la wareegay qofkii la wareega haweenkii caruurtii sababtu waxa weeye waa inta xaqiiqada ah waa warshada rasmiga ah ayaa intaa ah inta kale waxa weeye waa qof xoogaa isa sii adkayn kara laakiin adduunka ka tegahaya saa darteed marka haweenku waa inay ogaadaan arrinkaasi inuu yahay arrin iyo mas-uuliyad ilaahay saaray oo weyn oo loo baahan yahay in ay xisaabta ku daraan haweenku waxa weeye waa inay ogaadaan cilmiga barashadiisa inay ragga ula mid yihiin oo waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan waxbarashada inay waxbartaan ayaa loo baahan yahay haweenku nebiga waa u dacwoodeen oo waxay yidhaahdeen ghalabana calayka rijaal raggii baa nooga kaa adkaaday oo intaas iyagaa kula jooga fajcal lanaa yowman maalin noo yeel xadiiskii bukhaari wariyey hal maalin oo aanu wax ku weydiino annaga noo yeel marka nebigu waa u yeelay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi oo waxa weeye maalintaasuu la kulmay fawacadahunna waamarahun waana uu waaniyey waxna waa amray ciidda la tukaday markii ciidda la tukada nebigu wuxuu u maleeyey inaan haweenku maqlin khudbaddiisii markaasuu u tegey fawacadahunna waamarahunna bisadaqa waa uu waaniyey inay sadaqa dhiibtaanna waa u amray fajacalat ilmar'atu tulqi lqurta qurda waalkhaatam haweenku dhagahoodii iyo khaatamkoodii faraatigoodii ayay bixiyeen oo bilaal ayaa ka uruuriyey marka waxa weeye haweenka in maaragtay waqti loo yeelo oo waqti la siiyo ayay u baahan yihiin oo cilmiga ay maqlaan oo dhagaystaan ayaa loo baahan yahay waxyaalaha nebigu uu sheegay uu yidhi waxaa jira saddex qof oo laba ajar leh waxaa ka mid a ninkii haween addoona lahaa oo cilmi baray oo adab wanaagsan edbiyey oo kadibna xoreeyey oo guursaday ninkaasi laba ajar ayuu leeyahay waxaa la mid ah qofkii qof waxbara oo cilmi bara oo dhaqaaleeya oo haddee wixii la suubin jiray u suubiya oo maxaan ku idhaahdaa guursada isaguna dee ajarkii ajar ku dhow ayuu helaya waxaa loo baahan yahay haweenku inay ogaadaan cilmigaas oo ay u tartamaan oo ay wax dhagaystaan oo cilmiga ay aad iyo aad ugu dadaalaan waxyaalaha caaisha laga wariyey oo xadiiska muslim ku yaalay waxay tidhi raxim allaahu nisaa alansaar ilaahay ha u naxariisto ansaar haweenkooda uma diidin xishoodkoodu inay diinta bartaan waxaa u imaanaysa nebiga haweenay sida hadda umu sulaym oo kale markaase waxay tidhi in allaha laa yastaxyii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo hal cala almar'ati alghuslu id axtalamat haweentu hadday isku junubto ma laga rabaa inay qubaysato markaasaa umi salam oo la joogtay aad iyo aad arrintii uga xishootay markaasaa nebigu wuxuu yidhi oo haddii aan haweenku maisku junubaan bay tidhi markaasuu yihi see wiilku u shabahaa cunugay dhalaan haddaynan isku ixtilaamin arrinkaasi marka umu sulaym nebiga ayay weydiisay salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi xishoodku waa ku jiraa dadka laakiin haddee waxa weeye wixii cilmi aho diin ah waa ay weydiin jireen yacni rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa u timid xamna binti jaxsh oo nebiga weydiisay istixaadada oo maxaan ku idhaahdaa tiri saasaa igu dhacdaa maxaan yeelaa nebigu waa u sheegay say yeeli lahayd sidoo kale faaduma binta abi xubaysh ayaa nebiga u timid oo weydiisay istixaadada oo uga warramay say yeeli lahayd waxaasoo dhan diin weeye in laga xishoodo
معهن أيضاً دي أسلوبك اللي وناجينيو هويني بقى أوتيميد عايشة لجوكتي مركاسي واحد تيري السيوان إسكاقم ميرا حايدكا مركاسو يري واحد استعماشا فرصة من مسك قطعة مسك استعمال فتطهري به كطهارة قادة كيف أتطهر به مركاسو يري تطهري به كطهارة قادة كيف أتطهر به قال سبحان الله تطهري به كطهارة قادة مركاس عاشتين سوتشي ذي بيتيري أيا وحا تتبعي أثر الدم راع راع وساء طهارة قادة مركا وحصل الدين بيرادين يين أو إن الدين تبرتان أي أو الدين هي النبي صلوات الله وسلامه عليه بل مركا قاركود هوين كان النبي صلوات الله وسلامه عليه سيدا أم سلمة أو كلا واحد ترى أيده أو هويني تبعه إيش الله ينيسه أيان وحن مغلي نبي قدرك الله الله أيها الناس له مركاس وحن إيري بتيري إجد إجل حو نبي كان هذا يا محارة وحن مغلي بتيري دوت كوكش يا كيري حوتك حوتك النبي مركي آخر الله توه نبي وحول لي دروين قدرك أمدي سيكعب يسوع إلا نك بدعية بل لي ما دم هنا حوت كاسان مركب مغلي بيتيري لكن نبي كهر الله يا مرة ما دقيسن أنا مركب مالين أي إيش الله ينسوه وين أي جارية ده بان مغلي بيتيري أيها الناس نبي قاله مركاسان يتأخري عني استأخري عني دبي يقدعه هل كاسان هذا يا كاسيتري رجع كلية يا الله يا ري مركاسان وحنا يت أنا من الناس أنا وضت كان كم ذا وفقيه دوية سيدي بيا شيء واتكتي نبي جي سيدي صلوات الله وسلامه عليه وحوت ككاهر الله هي أنا أنت هسوي حكوت سنة سام مركا إن أي أمضو أي علم جبرته أو قال له جود داله إن له بعين يعني صحابة أبو موسى الأشعري وحي وحي إشكال لا يقلا وأن أصحاب النبي جا صلوات الله وسلامه عليه وأن جرم وينه وحن ويدين شرني عائشة مركاسا أكتئد علم كهلي شرني مركزاس أي لوبة هي عائشة وحيكمل هاي تضوا ذقف وهو حديث بدن والنبي وحكورية أي كشرته حاجة فتوى ذنا وحكشرته ذلك وفتوى ذبذن أي كشرته صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه وحكوت سنة مركا علم جاينا لك على لهين عائشة بل إسكدة أي مركا قارك وصحابة أي وحكي قد بتجي كشرتي وحيالها أتر وحكمل وحي مغش عبد الله بن عمرو بن العاص أوله هوينكو هدي أي محانكو رادا قبيسان هيان وغسلق جنابادا قبيسان هيان وين اتباها فرفران وسيدي بيهو قاران ميالها مارت تشيركا قاران مركاتي سبحان الله ابن عمرو ساسو ييري مو هوينكا أمرو إن اتباها حيران هدي ساستهي أني نبي قبيسان شرني وحانا نقوفي لان شرتا إنان بيها كو قاعية كليئة وحكالو لي غربي مجرتو مركا علميقا هذه آد أيا تدكو أوضا لها وحلو برناي انت هادين عن كغبحانو حق علميقا يضو آدي آدي أوبادانتهاي أو علميقا برشاديسا إيو سيدا يقود دالي كيرين عائشو كلا إيو يقود دالي كيرينو ننك أدون كيدا بيتيري اكتب لي مصحفا مصحف إي قر أو مركا هلكا مريسيد إي شاك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مركا هلكا مريسيد إي أوغيسي مركا واحد كنت سنة سائنة علمي أي قيب اللي بحكا قاتين لغانا دقيستي وضادك أوردن أي وحو أخرين شرين وواحد الله وحي إشكال قاله أي يقال له أولا من هاي ما دام أي هاي نقولي نبيك صلوات الله وسلامه عليه إيا ضادك يكاله صحاباتك صحابياتك أها أيونا سائنة أهاين مركا واحد الله قرره هويكو إني علمي كود دالان وأي آدو برتان أي لغبا هاي هاي وحا مثال كفلا هاوينتا صحيح البخاري لغوريو وعلوم دردن انتو دبادن اي كاقاتين هاوين ايوهي كريم المروزية ايال اورانشري وحاوي عمر دير بي عمر داي وبغلسان ايه قارتين مكايدة قانيد لاتكا اوردن علوم دو هالكاسي اقو تاقي جرين وعلمك كاقاتين جرين مركا وحا لغا ربا هاوينكو اني علمك آدي آد ودا دالان وحا انتا كلية ماهاني وحا لغا ربا دعوذا دعوذا في ديتان كذا يكغيب قاضي شديسة إنه كغيب قاتان ولقى رواه وينك أنت رجع صارا أيا صارا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يا
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رجع يهويان كبادات كمؤمنات كبحة لقربا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيا لقربا قفبا إنت أوقران كرو هي إنت أودوا لي يهي إنو شيغو دور مثال من إدين شيغا يهويان كحقوضة عائشة وحي أويرتي ابن أبي السائب نين لأورنج ري أو مقالة مدينة كأهان شري قصاص دادك أوشيكي أيوها ويويرتي وحي تري صدح الرباد وإن عدي قيشة ويقرع على هديك لي وكل الدودة هي صدح الرباد وكما وحي تري مركا دادك أدو عيني سيد سجعي إسكداه نبي جاي صحابه ذم من السجع مسوبين جنا سجع هو حويه وهذا التكلفه مركل دعائنه يوسف هذا الصومالي بلايا هو شرتا ريحا تنحق شرتا رارا تنحق شرتا رذابا وحي أذو تربضن أو سجع أهو محامكو إلى هذا لبضن أو قف كسر أسهلنين وسيد الجبل جي أو كلا كاسا سجع لي إلى هذا مركا وحا تاس توجي بيتري وولقا يا الله مركا دعينا يسير جوامع الكلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا لوبا هي دعوين كتكلف كأهو دبك بضان لوما باهنا مدلا بعد ضدك جمعك استهو خطبين من بيت حديقات جمعي هالمرك كبضان هو خطبين حديقات كم مارمي ويدا الله بشهر كبضان هو خطبين هذا كان مارم ويدي صدح جار كبضن جمعيه يعني تدودي بريبة صدح جار كبضن يعني مال ناف ذاتك الدين تيها النبع عيسين كتابك إله إلا النعم ماهن جوجي بيت مدى صدحات وحلقها الرباب يتيري هذا ضد اتماديد أو شاكي سنية ضد كاسي وركوذها كقوينين أو هأروني ويدي وعديرها هيا يو نقف ضد كشاكي سنة هيا اتيم حامكو إلى هذا لو أجي ما ذو لو بلعبه توجي بيتري مر كان أرتدك إلى كربان ويكون دي هنا هي أننا لا هذا شيد مركز يل لكن وحوية أدو تأوت ما أدين نحن كذا صورنا وضد كخصوصيات كودي إيو دحيا لما أقولا أرن كاسنا واحد تري أرن صح ماهن توجي صدق حاس وحيا لود أيه كلا هذا الشيء ابن أبي السائب أيه كلا هذا الشيء واي تري جوج وحا مركا لروا يعني هاوينكو قيبتها سيكا قادنا يانو هدي أركان وح خلدن دادكا وو شيغيان وو ايكوانين يان ماهن انان لقربين اياقا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ماهن هاوينكا دحضو دي حتى رقا دحضو دا وو شيغيان وو شيغيان وحان عضي امي الدرداء هاوينتي اللي اورنجري وحديكاس مسلم ايا ورييي أي عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين نقضي أي أويميد أو كان دري أو حكاني همين بو ماشى سيحذي همين كيبو مركب من ذاك عي نن أدونا وش غيره خادم أو أي أويري خادم كيبا مركب من ذاك صداهي فلعنة ولعنة ضي قف كي مارت وش غيره صداهي ولعنة كتاعي وركي مركب واجي بريبي وحي تري وحن مغلي سمعتك الليلة لعنت خادمك حالي وحن مغلي أدو خادمك لعنضة هيا حين دعوته مركز أويارتي ثم قالت سمعت أبا الدرداء يقول أبو الدرداء وننك يدي أيا وحن مغلي سقو له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون لعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة تلك وحن لعنضة نقول ما هي أن دد شهداءه مرخاتي ككع أمدة وأمد مرخاتي الله يستو إيه دد شفعاء منا نقول ما هي أن ددك وحل عن ذا أدعو هذا أرنك أسأد بقو بذي هايو وحوي آدي آد بقو بذي هاي سيبه هوينك وحير هدي عنق صداه أما قبضة شقي ساعة يبسين برحته أما يأرقته ميل وحيال له إن أي لسه كدو أما عاي أما لعند آد بقو سهل انته مرك أم الدرداء وحي أخونا سيحين سا عبد الملك بن مروان وهاد النين أهمدح أه أيي أخونا سيحين سا وحي لا ذا هاي وحن كم غلي حالي أديو ولعنة ذا هي خادم كاجي أرن كاسان النبي وجر صلوات الله وسلامه عليه مك واسك إلالي وي واسك إلالي مرك أمد دا إن وحلو قدر صدو وحلو شيء وحلو قعليو
رجع كلية خاص كما أهم هؤلاء كنا دور كودا أي ليهين وحال الربا إن وحي خلدن وبلشذا كخلدن إن وش يجان أي على جربا مثال كله معاوية وحو كذل بذي عائشة رضي الله عنها إن أي وح أسوأ قرطه دردارا أو كوبا أيو كعد صدي عائشة حكمة ذي فقه ذا بالفيرية وحي أقرطي وحي تري وحن مغلي نبي قول صلوات الله وسلامه عليه من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن التسم رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس أفكي رادية إلهي رضيه سرادية وأنو أبيين ضدك عرضه هذا إلهي إنك أسوا كافية وحويه هداد إلهي رالي أهنشيس كليئة كده جنتهاي وأنا كلاش علي بين آدم كونه رال النقضي إنه عرضه وقصد كويه الله كليئة إلهي وحلا وحيد بعطاه هلك كاجي ما الله إلهي وكا كافنية أفكر هذه ضدك رضاه هذا والله كعريسية قفكاس إلهي وحو مارتي أوكيشا ضدك يعني وحو يضدك هذه رضا الناس غاية لا تدرك ضدك إلا رهالي قليا ضدك وحو يمسه لنا لمن أوذكره صادرتين مركا نيكو وحو نغونا هيا دنو ما فيوبا حق ربنا واكي إذي سيهي بناء أننا كيل رهالي قليا كرماهن مركا عي يعنان يو إلهي عريسة أيانك أسود رانتي وانين هو غيوي marka arinkaasi nin madaxa in loo qoro oo khaliifa ah oo umad oo dhan madax u ah hada macnaha ay leedahay qof kaliye qofkii garanaya garanaya waxa weeye waana weyn waa hoga tusaaleen waa wax u sheeg waa umad ilaahay diintisa ku dhaq oo dadka kaliya iyo raali ahaanshahoodu macnaye ku yaalanin weeye arinkaasi waxa ku tusaneysa Aisha fiqigeeda iy xikmadeeda ayay ku tusinaysa markii waxa loo baahan yahay haweenku in ay daacwada qayb ka qaataan iyo salaax mujtamaa iyo inkaar munkar mesela waxyaalaha muuqda waxa kamid ah oo haweenka markii la yiraahdo xaga munkaraadka muuqda oo mujtamaacna ka muuqdayna ka sheekeynin wixii hadde hore kali ah marka inuu bulshadeena Soomaaliyeed u soo dhacno waxyaalaha muuqda waxa kamid ah waxa hadda soo baxay oo mu'aasirka ah oo haweenku ay la dhawaaqayaan loo yaqaan gender balance haweenka iyo ragu waa inay sinaadaan xuquuqda haweenka waa kan yaani ururro cusub ayaa soo baxay oo runtii maxaan ku iraahdaa haweenka ku dhiirigelinaya in ay maxaan ku iraahdaa sida reer Yurub ay u dhaqmaan oo xafiisyada iyo orodkeeda iyo halkaas ayay ku riixayaan ee waalidin ka tagay wixii niba la qaatay haweenki meeye hogayo baay oo kala ah oo maxaan ku yiraahdaa aad iyo aad loo suxul duubahayo ayaa jira arinkaas runtii waxa weeye arin bari ama ahan intiisa badan waa dhici karta dad lillaahi ay ka tahay oo aan war haynin inay ku sirmaan laakiin arinkaas waxa weeye caalam islaami waa lagu tijaabiyay haweenka in guriga laga soo saaro oo shaqadoodii shaqaan ahayn loo dhiibo ayaa loo maratay ordahaya arinkaasna arin sax ma ahan haweenka meesha ay leedahay iyo booskeeda Ilaahay ugu talagalay waxa weeye waa warshadaas in ay dad wax barto waa muhiimad shariifa ma ahan in la leeyahay xaqaagii baa la duudsiyay xanaay waxa weeye shaqo haweenku qaban karaan baajir ragu qaban karin shaqo waxa jira haweenku kaliya ay qaban karaan ragu qaban karin oo bilcaks sidoo kale saadarteed marka waxa weeye qof waliba shaqadiisi inuu qabsado ayaa loo baahan yahay waxaan xusuustaa haweenay baydan la yiraahdo iyo xaliimo isku gabiyay oo nin odayhi gabay uu martiriyay oo labadooda oo hadal isku weydaarsanahay habartii markaa waxay tiri xarin atosha iga roon niman xafiiskooda yaani xarin anigu aan guriga ku tasho ayaa iga fiican niman xafiiskooda marka runtii waxa way haweenka xishmadii iyo gurigii iyo qiyamkii ay la lahaa islaamku lahaa in laga soo saaro ayaa dad badan durbaanka u tumahayaan arinkaas arin saxa ma ahan yaa lagu kadsoomin haweenka arinkaas waxa weeye in loo sheego waa waajib ina saaran weeye oo wali caada
محافشة هؤلاء كسوي مادان وح إن كم مقن أو عيد إن كلا عررتي مجرته أو حق اللي دي هي أو لا دقاقي مجرته حقوق لأن كنت عادي واجرته لكن نن كاماهن نن كاماه هذا مركز تاك هالله تكون حكتا أو مجتمع عنا تاجن أو هنتي آدي أقول بنا وح كم يده وح آد وبدن أو منكرات كعام كأه هؤلاء كقات كجدا هؤلاء ضدك قات كجدا وح أوبدن هؤلاء بأوبدن وحادي عكرتها وين كاس قات كجضية إني ظروفي سيئين وحادي عكرتها إني رجودي أي نقدين دودر وحادي عكرتها إن أي أغون هايستان وحادي عكرتها إني دبعتي سيئين لكن وحاسورن هذه حتى جيران ما أهن ماشي في عنيد والآذي لها ما حني بلشدي وحي بريان دراجس وحي فيدنا هيان دراجس وحوية شغفي عن أو حلال أماهن مركا إن لو قديقو أو هنتي محامكو إلا هذا هوينكو أي اسكو حل ساران هوينكا هسقاتك قضا إني دعوضة كفي ديان أو أشيغان ويراهدان بوسكان بوسكيني ماهن مركا كواد ميل وحاد شوكتان عن في عنين حاران بقضان بلشدان إيد باكا قليسان دادك إنت والطة إنت نباتيسان إنت عرورتو دي أي قتيهين أو قاد عنايسة وحاسورن بعد غيب كتيرين إيدا وحاك هو ذاك تان أرن كاسي أرن إنه كفي عن ماهن كسوكع إله بعد إنه كل أرشهاد وغلظة جندر بارس هي كهر الله يو هو ينكي وحقوقه ذي لبابي كهر الله يه ولقين مارك تان أيوة كهر الله يه هو ينكي قاد كعنا أما قاد كجدا أيوة عليه سمنار هلا سيو سد قاد كوتشوتشين لهايين أما شغك له الله أبوره أيوة كهر الله ولقين مارك تان وحنو ملينا هي أنا العرق مرك وحوي محاضرة كدبج ليي وحلاوترسن وحي صحبة أهانا قرب مرينا هيا مجرن كرت هدام بلاي كشقة سنين صادرت وحلاو بهيا هي قات كاس هوين كجدا إن أد كتب لي غيسان أو أد مالن مال مها كمد أسبوعي أتكتان أو أد عود أشكتان وتر هذا ماشان ماشي في عنيد ماهن كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي هويني من دابا وحي تري انو وحان اودل لي سنه هيا عرور ايتامها كبيلا اي حمان اي جماعهن اله بوق ان حمان اي اهين عروتا سن كصدقي سنه هيا مركاس انك عربك و خليهي لك الويل هوغي لا, ت... لا 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 تزني ولا تتصدقي حنا زني سنن طن صدقه كبخين اسك دبلده مركا ايغانا وحا تري هذا وردد وحا ترينين ايه على الأقل إنها شاهد على الأقل إنها محان كورا مع ذلك الفرطان أيا إذن كقفي عن إنت أمديني عرورتيني يددكيني أصنع كقدي لهايدين أرن كاس واجب إذن ساروية وحي لها هدى أرقاقين إني جران شكي بأيك جران وحي لها كالي أدو صوبتي ورنتي منكراتك ولوبا هيا هاي إن قبلوه وحكا قبطان وحوي حجابك وأدو سي ضعيفة حجابك واقو هروال لقاونا وادم بي إلهي حجابه كاني حجابك شرعي قاهي ودكتير مواصفات بوليه وشروط بوليه وإنو مرا أدقيه وإنو مرا بلانيه وإنو الأسطورة شركة أوردن وحاصل شروطه ليه وإنو نشركي موشين وغفكي آذان أركهين حمنيه دي سيهين أيضا أركهين هذا وحاصل بحي موديله إيو وحل إيراه ذو حجاب لو تلقى ليو إنها أنكلية أبا موغضة لكن waxa weeye runti xijaab lama oran karo qof indhihii wajiga u qarsoon yihiin oo taftiina ay dhici karto in kubki muuqdo ama ay dhici karto maxaan ku yiraahdaa un siin u dayacan tahay ka xijaab lama yiraahdo arinkaasi waxa la idin ka rabaa xijaabka sharciiga ah in aad shuruudo u leeyahay qaybtaan dadkeena u sheegtaan oo siiba haweenka u sheegtaan waxa ugu daran daayarta hada la dhalay oo gabdhaha ah oo runti maxaan ku yiraahdaa أي كم موقته باش عيرتها وسرق ذاها محامكو إلى هذا كل دجان وقبله هذا جون هذا لو بحيي أو محامكو إلى هذا نقدر إنه أهان شرين أي آد وجب ذا عن بور وأرك شرني وعلمه وقون شرني لكن باش عن سرق ذاها لقى كاني مالهاس إنك دكان كاني ماهين وحال الربا مركا إن بالقبلها يرير كاهو هذا سوق عي بل لو جمرتي إذا كان علي وقبله نيوية على أقل تقدير إن ترى هذا شوشي أرنكاس أرنكا شوشي
إن لي راهدوي وحيلها منكرات كأه أورنتي صوب حي أو قبل يهير كهيو موبايل لوته أو موبايل قبل يروح نوري تمنشروه موبايل لوجا ضيو أو يي لها ليسا أو محاكو دوبان أو بلوتوت كمحاكو شرا أو يي وحدرتي أو محاي ربطا أو مقراتي وحي قانا مجرا إنك أوجضة قبل ما قدر نكرته ما العقو ما هيسته إيه لكن مركي قبل دي يسوه يسوه بحورت عرسه نو قدر سلي لما يقاري ما قرته أما وضع كوخص بيسا ضدك قدر هي وضد في عن أجادة وروي عرور تكدايا وقبلها سيبة كدايا بحلاد التنير ركاهم وبيلاد أه الله قدر هي كدايا أرن كاسي وأرن فساد كي سوته حين لقد دايو أي مارت كوانين إن هو يوينك هو يو أرن كان صح معهن كتشوتي قبل دادو إني في عناطه وحبرته وجري يلا تعال الربا معهن قبل دادو إني صاحب يلاته معنا طالين كمان هبنا أرن كاسين وأرن لوبا هي منكرات كتيرة إنا حكى قبطان لوبا هي هوي منكرات كتيرة وح كم ده تركي أو لسكفي قهيو أو بهل ديانة اللي هذا صباحي أو هؤلاء كيو نوع عدادين أو قبر مذو ولا واي أو محام كويرة هذا ورقب مذو يسرك هاي وروح بدنا عجيب وادي وحوي لم يقهن تركي ودله هي كسر بوكيني كرا وحوي وتغيير الخلق الله ما قرتي وحل أرك تري ولا مغلي تري ماهن وروح ذو ماهن عدان تكلية عدان تكلية ماهن هدي أذ ورك هرون مو إن هرون مو ذهين أنا ورقبان هاي وين كواكلا نقانايو مذو وروح كلية وي وحي إلهي كوتا لقليبا على الرواء إن مارتي هذا هاتين من دلوان ليست النائحة مارتي قفك أي كدب كتهاي قفك عدان تلاقي قفك إسعديي والك لقرانا يدكو عقلي بيليه يعني يا الله ما لينين إلا سسيري كرو هدي إلا سسيري كرو وقعد هوري قعد الضنبي ولا سؤان دونا ولا سكور قبا مركا ورشركي إلهي دين ومي قروح ضعها ديست أرن كاسنا أرن منكره وسوكر لي وآدي آد ومارت وعام بحي أي وكم دي هاي هدي وحلقة قبان كروها وين كوحرة توعية إن أي محامكو إلى هذا وحكة قبطان وأي أرن وانا سيحيان قبلها وميلها هاوينكو أسووجي مادان كشيغان ومحامكو إلى هذا ميلها هاوينكو بديهين أي تغان ودعوذي أي سعوته أي اللوباهين أرن كان وحا أفرا رلوبا هاوينكا إذا قال أسغر عنكرا ما قرأتي أرن كاسنا وحلو بها هي منكرات كتيرة أو حقها وينك كتيرة أيو كو كي هي باشان ديانة ده يوحي لها الماله وصوبها يو قبل ير يروه حكة الروسيتة مرسانة هي وأفك قدودين هي ولما أقول شري وحا وح عصب وهي ما قرأتي ووح نقصو كرلي ما غان ما في المضلة في رسالة لقى أركي ما ميل لقى كاري لما يقان وحاسي وحسح ماهن ونسيحي عرورتيني إيه ولاليهين إيه ضدك آد حكتدتهين إيه دريسك إنتبا إيه عامة الناس إنتبا إلا غرنا سيحييو أيال الربا وحال الربا إن مجتمع ميلوه كبوكو إيه ميلها قول دولارو كجرتو إن أبو حسان ودوكته إنو ضد ربضان وهوينة ودنير أهبا جرا ووحا جرا هوين بضان أو لغد إنتي او عرور له ايا جرا ددك نو عاسو كلا وخ ربا بل جمعيات خيري اه او هوين كوليهين او ددك كا ورقبا ددكاس ان لغا ورقبا لو باهان هي كافر اليتيم اي هوينتا ارملدا الساعي على الارمله واليتيم نبي و خو كشغي انا وهي انا وهو كهاتين في الجنه يعني ددك نو عاسو كلا اهي وا وخي جنده لو غلاهي وي وخا ربا هوينكا قاربا خولله قاربا زكبخين كرا أجل اللفتقود وأورورين كران أو جمعيات خيرية وصوبين كران إن أي أسكتها كان ضدك اللقد انتي إيا ضدك أغونتا هايستا إيا ضدك مارت الدنيار تاه إلا كورقبو ما هان ضدنا إني قشن قيان وحي أي عنان أو أي قبان أي راهدان لما بقولو دريع بان لايا هاي قاركود أي راهدان قارنا وحي هوذان إلا أيهين إلا بان كودها شيء محقبا وحي مجتمع نوع عاسي هو أن اسكفالة قاضين وأنا أسكور قبين من الأوران كرا ومجتمع النبي وشاق صلوات الله وسلامه عليه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني ذاتك إسكو ديسك أها أو إسكو ميتك أها أو إسربي وحا ملغوت المامي كرا
saadarteed waxa la rabaa haweenku wax badan bay ka warqabaan dadka dariska hor ayaa ka warqaba qofka dariska ah oo aan wax shidan qofka dariska ah oo qaawan qofka dariska ah oo jiran qofka dariska ah oo danyarta ah waxa loo baahayaa jamciyad nisaaiya oo haween ah in la suubiyo oo dadka ka shaqeeya oo ragga laftooda laga qaado la yiraahdo halkaan reer baa ku rafaadsan halkaan haween baa ku jiran haween baa dhiig baxday tanaasaa ah idinka ayaa laydinka rabaa inaad wax suubisaan waxa kale oo mujtamaca ku soo badanaya guur la-aan aada buu soo badanaya yacni guurku waa soo yaraaday waxaan rabaa anigu carabahan waxaan ku arki jiray jamciyaad nisaa-iya oo ka shaqeeya in ay haweenkaasoo kale guur u raadiyaan ma garatay inay guur u raadiyaan oo nin saalixa u raadiyaan oo maxaan ku idhaahdaa ay wakiil ka yihiin oo u socdaan ayaa la rabaa yacni waxa weeye ma ahan waxa khayrka lagama xishoodo laakiin waxa xun baa laga xishoodaa waxa xun ayaa laga xishoodaa hadday jiraan dad tiro badan oo aan xaas lahayn oo kafiil lahayn oo qof maxaan ku idhaahdaa shaqadooda ka shaqaynaya lahayn qofkii uu istaagi lahaa idinka weyn dadkan da-yarta ah oo dhallinyarada ahi haddii wixii dabiiciga ahaa iyo ilaahay ugu talagalay ay waayaan inxiraaf baa ku dhacaya inxiraafkaasina ummaddoo dhan bay dhibkeedu soo gaaraya waxaa la rabaa marka dadkii waxaa naga xigsan lahaa oo waxaa ka warqabi lahaa oo u sacyin lahaa in ay dadkaasoo kale ay maxaan ku irahdaa masaaci khayira ay dhex dhigaan haweenka laga rabaa waxaasuna jamciyaad khayri ah adduunku adduunkiisii ma ahan adduunku waa horumaray dad badan oo idinka wax yaqaan baa jira jamciyaad waa suubin kartaan kaas aada ugu talagasheen aytaamta iyo araamisha waa suubin kartaan waxaa suubin kartaa jamciyat almarda dadka jiran oo haweenka ah oo isbitaalada yaalla inaad usbuucii hal mar u tagtaan oo soo siyaarataan oo kitaab u geysaan oo soo wacdidaan oo wamaa ilaa dalik oo dhex martaan ayaad yeeli kartaan waxaad yeeli kartaan inaad suubisaan mashruucan khayriga ah oo zawaajka ah oo tidhaahdaan ciddii isguursanaysa alaabtaan u dhigi lahayn baanu ku tabarucaynaa xataa dadka maaragtay ahlu khayrka baan uga qaadaynaa sariirtii iyo wixii la halmaalay waxaasoo dhan waa u qumi kartaa xooggiina allah idin tuso xoog badan baad leedihiin waddanka idinkaa madax ka ah nin kastoo madaxoo carada haysta haween baa u dhaxda haweentaasina kay adag ogaada waxa weeye laysa shafiicu ladii yaatiika mutasiran mitlu shafiici ladii yaatiika curyaana soo farasdaq ma ahayn waxa weeye haweenku nin kasta waa ka adag yihiin nin kasta waa ka adag yihiin saa darteed waxaa rabaa xoolaha ragga ku jira xataa kuwa bakhiiliinta ah waxaa qaadi kara idinka keliya wey idinkaa ka qaadi kara idinkaa waxaa rabaa marka inaad wujuuda khayrka a barataan oo dadka jiran dadka dhibaataysan dadka u baahan in lagu caawino in ay maxaan ku irahdaa guur yeeshaan iyo guri yeeshaan dadkaasoo dhan idinka ayaa u qumi kara idinkaa u qumi kara wejka islaamka oo xaqiiqiga ah iyo hajmadatan shariska ah oo kaga imaanaysa dhinacan reer galbeedka iyo jamciyaadkan ordahaya waxaa ka hortegi kara waa idinka keliya wey idinka ayaa odhan kara waxaa sax ma ahan annaga waxba nagama maqna xaq ayagii waa kan meelo badan oo dhulmi lagu jiraa jira haweenka matalan ragga qaadka cuna ay qabaan oo kale waa madluumiin wax ka hadlahay arki maysid haweenka aan diyada ninkooda itii la dilay diyadiisii aan dhaxlayn waa dhulmi jira wax ka hadlahay kuwa gender balanceka ka hadlahay ma ka hadlaan haweenka diyada dhaxal lagama siiyo dadka soomaalida ahay dhaxalka qabiilka iska leh weligiin maaragteen dad leh maxaan ku idhaahdaa dhaxalkii haweenka meeday haweentii dhaxalkeedii mee waxlay meed aragteen waxaasoo dhan waa dhulmi jira wax ka hadlahayna ma jiraan idinkaa la rabaa inaad tidhaahdaan waxaasaa inaga khaldan waxaasina inagama khaldana idinkaa ayaa laydinka rabaa bulshada waxaad uga jirtaan boos ilaahay idin dhigay oo muhim ah ayaad uga jirtaan booskaasi ilaahay idin solonsiiyo oo aada ogaataan iyo muhimadda korkiina saaran iyo haddii aada u kacdaan muhimaddaasi inaad jiiri kartaan dad tiro badan oo xataa waxaa arkaysaan ragga xataa munxarifiinta ah ama sagaarka ku inxiraafay ama qaadka ku inxiraafay haddii gabar saalixadihi ay xaas u tahay waa ka goyn kartaa cid kaloo ka goyn kartaa saaxiib kama goyn karo oo cid kaloo ka goyn kartaa ma jirto laakiin haweeneyda uu qaba waa ka goyn kartaa hadday xikmad iyo caqli iyo cilmi isticmaasho ma garad saa darteed waxa weeye salaaxa mujtamaca qayb aan caadi ahayn oo dadka kaloo dhan ka badan ayaa ilaahay idin saaray waxaa la rabaa qaybtaas inaad qaadataan ayaa laydinka rabaa inaad ogaataan
ee waxyaalaha yar yar ka ah weenku ay ku mashquulsan yihiin oo masayir masayir ka ah iyo maxaan ku yiraahdaa xanta iyo heblo wax ka sheegeeda iyo waxaasi aakhirana waa lagu baaba ahaya oo wax fiican ma ahan oo waad ogtihiin oo nabigu haweenka wuxuu ku sheegay inay aktharu ahli naar yihiin markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi yakfurna alcashiir yacni weligaa khayr imaa tarin bay maarata intaa odhanahayaan namimadu waa ku badan tahay xantu waa ku badan tahay waxyaalaha ilaahay looga fogaado noocaasoo kale ahi waa ku badan yihiin waxaasi itaa ka tagtaan oo ilaahay u noqotaan macaali lumuur haddaadan naftaada wax ku shuqlin oo waxa fiican aadan ku shuqlin waxay kugu shuqlinaysaa waxa hoose ayay kugu shuqlinaysaa waxaa loo baahan yahay marxalada maanta la marayo ummaddeenu marayso soomaali ahaan ama ummadda islaamku ay marayso oo laalaada oo rajo xumada ah oo maxaan ku yidhahda dhibaatada tirada badani ay jirto haddii haween wax garanahayo oo diin loo cilmi lihi ay kacaan oo raggii ducaadaahna ay kaashadaan qayb weyn bay qaban karaan wax weyn ayay qaban karaan marka ilahay waxaan ka rajaynayaa inaan warka intaa ka badan idhaahdo wax fiican baan u malaynaya inaan kusoo kufiyo su-aalana un waa dhici doontaa inay jiraan baan rajaynayaa waxa un mujtamaca islaaxiisa haweenku qayb weyn bay ka yihiin horey iyo gadaalba horey iyo gadaalba waxay ka yihiin qayb weyn bay ka yihiin mujtamaceenna soomaalina qayb weyn bay ka yihiin waxaa aad iyo aada u fiican inaad ogaataan maqdirada aad leedihiin iyo hajmada idinku socota oo dadka reer galbeedka ahi taargetka hadda ay beegsanayaan iyo dadka hadda ay loolanka ku hayaan iyo dadka hadda ay hadda workshop u qabanayaan idinka kowka ah oo gender balance baa halkan ah halkan waxa ah haweenka xuquuqdii baa ah halkan saasaa la yeelay baa ah halkan maxaan ku idhaahdaa waxyaalo tiro badan oo aan isleeyahay dan baa laga leeyahay ayaa jira waxaas marka dadka ka hortegi lahaa oo si saxa uga hortegi lahaa hadda ilaaha waa idinku dhaarjay gender balanceka markay ka hadlahayaan kama hadlaan gabdhaha lala baxo oo weli la-aan la meheriyo xuquuqdii gabdhaha waa lagu tuntay sababta waxa weeye nin baa gabar tu la baxo oo magaalo fog la aado oo mehersado ay dhici karto inay tay uur yeelato uu inkiro xuquuqdeedii meeday maxaa maxkamad loo geyn waayey maxaa qaadi u meherin waayey maxaa aabaheed loo weydiin waayey weligiin wax ka hadlaya ma aragteen haweenka lala baxo masaafada ah ma jiraan laakiin waxaa laga hadlahayaa wax aan jirin oo maxaan ku idhaahdaa oo loolan la abuurahaya ah ama jiro ka jirta reer galbeedka oo halkan aan ka jirin ayaa lasoo dhex gelinaya waxyaalahaasoo kale waxyaalaha inxiraafka keena wey waxaanu aragnay gabar afar nin ay mid kasta leeyahay anaa qaba afar nin kasta leeyahay waxaanu aragnay cunug laba nin isku haysato waxaan aragnay cunug saddex nin isku haysato yaa dadka qudaada ah oo garta gala baan ku jirnaa waa yaabna marka saddex nin oo cunug isku haysta maxaa waxaa keenaya waxaa keenaya gabadha tan weli ma meherin aaba ma meherin haddii aaba meherin lahaa oo dad meherin lahaayeen saddex nin afar nin hal mar iskuma marteen iyadoo cidda ku jirta nin kale ma guursateen ama iyadoo kan qabta kan kale uma boodeen yacni waxaasoo dhan waxaa keenahaya ilaaha sharcigiis marka laga laabto oo xagga laga maro ayaa keenaysa dhibaatadaa keenaysa waxaasoo dhan waxaa lagula diriri karaa inxiraafaadkaas waxaa lagula diriri karaa shareecada islaamka lagula diriri karaa saas darteed marka waxaan rabaa dowr badan oo weyn baa idiin maaragtay idiin bannaan oo idiin furan dowrkaas idiin furan waxaa la rabaa inaad ka qayb qaadataan oo aad xagga saxda ah uga qayb qaadataan bulshada islaaxinteeda xag akhlaaq ha noqoto xag waxbarid ha noqoto xag dacwa ha noqoto xag u naseexayn maamul iyo wixii la halmaala kulligeed waxa mas-uuliyadna saaran wey maaha ragga keliya ma saarna ragga keliya ma saarna in la islaaxiyo siyaasiyan iyo dhaqaal ahaan iyo ijtimaaciyan in ummadda la islaaxiyo wax rag keliya saaran maahan ragga iyo haweenka labadaba waa saaran yihiin waxaa idinka danihiina khaaska ah oo tirada badan oo gabdhihiin u baahan yihiin oo aada u dhimanaysaanna waxba ka qaban kartaan oo tiro badan ama masaakiin ha noqoto ama dad jiran ha noqoto ama dad u baahan in bulshada la soo geliyo oo ay qoys noqdaan ha noqotee intaasna qayb baa ka qaadan kartaan waxaan ilaahay ka rajaynayaa waxaa la yidhi markii aakhiro la taga geela la tusaa xooggiise xooggiina ilaahay inuu intuso ayaan ilaahay ka rajaynahayaa wa salli allahuma wasalama
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.